طبيعي قناة الاهلي في كل مكان، اكيد قبل طبعا انطلاق مباراة النادي الاهلي وفريق سبورتنج المصري. بيسعدنا في هذه اللحظات يكون معانا الاستاذ جهاد خلفان، امين الاتحاد، امين عام الاتحاد العربي للكرة الطائرة. برحب بيك طبعا في البداية ومنور مصر. مرحبتين، يا هلا بقناة الاهلي الرياضي. عايز اكلمك طبعا بشكل عام على البطولة، شايف تنظيم كمان البطولة في جمهورية مصر العربية، العدد الفرق المشاركة، كنا بنطمح اكيد ان يكون اكتر من كده طبعا لنجاح البطولة، لكن حطينا في اجواء البطولة، ليه الظروف سمحت ان يبقى فيه خمس فرق مشاركة، والتنظيم بشكل عام شايفه فيه حتى هذه؟ بداية طبعا أحب أشكر الاتحاد المصري على تنظيم هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي، والنادي الأهلي لمشاركته للسنة الثانية. طبعا هذه إثراء للكرة الطائرة العربية أن يشارك الاتحاد المصري بفريقين في هذه البطولة. العام الماضي كان فريق واحد والآن فريقين، وإن شاء الله في المستقبل تكون عدد الفرق أكبر. الاتحاد العربي مصر على إقامة البطولات للسيدات، وذلك بعد توقف سنوات طويلة، قد تكون أكثر من 6 سنوات لهذه النوع من البطولات. نأمل في المستقبل مشاركة أكبر، وطبعا هذه أكيد لها أسباب، واحدة الأسباب طبعا أن هناك دورة عربية للسيدات راح تقام في الشارقة بعد شهر واحد، وهذه من الطبيعي يقلل عدد المشاركة بالنسبة لنا. الأمانة العامة بالاتحاد العربي عاملة توصية للاتحاد العربي، لمجلس إدارة الاتحاد العربي، للاعتبار دورة السيدات الشارقة أحدى بطولات الاتحاد العربي، وعلى ذي الأساس راح تقام بطولة الأندية للسيدات كل سنتين، سنة تلعب عن طريق الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وسنة تلعب عن طريق دورة السيدات في الشارقة، وبذي الحالة راح نستمر سنويا بتنظيم هاي البطولة ومشاركة عدد أكبر من الأندية. الاتحاد المصري بذل جهد كبير لتنظيم هاي البطولة، رئيس الاتحاد العربي سعادة الشيخ علي بن محمد بن راشد الخليفة عمل اتصالات كثيرة على أساس أنها هي تقام هذه البطولة ولم تتوقف، وإن شاء الله إن شاء الله في المستقبل احنا واثقين أن الاتحادات العربية الجمعية العمومية طبعا اكيد راح تدعم الاتحاد العربي، وهذه مش قريب على الاتحادات العربيه. عايز اخد برضه انطباع حضرتك على الصاله المغطاه، صاله مميزه جدا يمكن بالنسبه لاستاد القاهره، كمان جمهور النادي الاهلي يمكن متواجد دلوقتي قبل انطلاق المباراه، تاثير الجمهور اللي هو بيدي طابع كبير جدا للبطوله ونجاحها بشكل كبير جدا. يعني ان 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 نكون في مصر ونشوف هاي النوع من الصالات او التجهيزات، فهذه مش غريب، لأن مصر عندها إمكانيات كبيرة من حيث البنية التحتية، من حيث الكادر البشري العامل، من حيث الخبرات الموجودة، وهذا شيء يعتبر بسيط للاتحاد المصري وعلى جمهورية مصر، لأن جمهورية مصر نظمت بطولات على مستوى أعلى من هذه، عالمية وأكبر من هذه. أما من ناحية النادي الأهلي وجمهوره، فأنا لن أستغرب هذه، لأن جمهور النادي الأهلي العام الماضي بصراحة يعني لما شفناه في المباراة النهائية يعني أثلج صدورنا، وهذه يعني حلاوة الجمهور وحلاوة البطولات، بدون غير الجمهور ما لها طعم ولا لها قيمة. فأنا واثق أن الجمهور النادي الأهلي راح يتواجد باستمرار، والنادي الأهلي فريق كبير، هو بطل البطولة السابقة، واعتقد انه هو ينافس على هذه البطوله بقوه، ولن يرضى بالتنازل عن الفوز فيه. يعني اخيرا رسالتك لكل الفرق المشاركه للخروج بالبطوله بالشكل اللي يرضي اكيد الاتحاد، كلنا بنتمنى ان يبقى في فير بلاي وفي روح رياضيه كبيره، حابب تقول يا خلفان؟ البارحه كنا في الاجتماع الفني، وكان هناك توجيه للانديه وطلب منهم بانهم يتعاونون مع لجنه الاحتكام والمنظمين في إظهار البطولة بالمستوى العالي، سواء كان الفني أو الإداري. وأعتقد أن الدول العربية والأندية العربية لما تشارك تكون مميزة في مشاركتها من الناحيتين. يعني شكرا شكرا شكرا، كل الشكر طبعا والتقدير للأستاذ جهاد خلفان، أمين عام الاتحاد العربي للكرة الطائرة، وأكيد